السلام عليكم، يسعد اوقاتكم جميع بكل خير اعزائي المتابعين. بتمنى تكونوا بالف خير. اليوم رح اقدم لكم طبق كتير لذيذ على السفره بشهر رمضان، هو لحمه بالصينيه مع اللبن او الزبادي المطبوخ. كتير هالطبق شهي وبتقدم جنبه رز. طبعا انا سابقا نزلت فيديو لكرات الكفته بصوص اللبن، يعني على نفس المبدأ، بس هاي يعني نوعا ما أسرع لأنه منمد اللحمة بالصينية ومندخلها الفرن وبعدين بنحط عليها صوص اللبن. خلينا نشوف الطريقة. يلزمنا كيلو من الكفتة يكون مدهن بهذا الشكل. أنا عندي لحم خروف، فيكم تخلطوا خروف وبقر سوا أو فقط بقر أو فقط خروف حسب المتوفر عندكم. رح نضيف عليه حبة بصل مبشورة مع ميتها، ما في مشكلة. رح أحط هلا رشة ملح ورشة فلفل أسود وكمان رشة من الفليفلي الحمراء، وإذا بتحبوا بهار لحم. هلا بنخلط المكونات كلها مع بعض، بندعكها بالإيد لتتشكل وتصير متجانسي بهالشكل هذا. هلا بحضر طبق الفرن. بنوزع هلا الكفتة بالصينية اللي بندخلها الفرن، بنحاول نعملها تقطيعات بالأصابع بهذا الشكل ويكون كلها مستوي واحد. شغلت الفرن من فوق ومن تحت وخليتها للصينية لحتى تستوي معنا. هلأ بدنا نجي لللبن. عندي هذا اللبن يلي سبق ونزلت لكم طريقته بالقناة، رح نزل لكم الرابط لتشوفوه بصندوق الوصف. هلأ بدي أنا نزل اللبن على المصفاي مثل ما صرتوا تعرفوا كلكم اللي عم تتابعوني دائما بتنزيل وصفاتي. كل أكلات اللبن نزلها على المصفاي بهذا الشكل لحتى أخذ قوام اللبن كريمي متجانس. شايفين بنزله بنعمه هيك، الحبيبات كلياتها بنتخلص منها بهذا الشكل وقوام اللبن بيطلع رائع وقتها بدنا نطبخه. شايفين رائع جدا، بنصحكم دائما تنزلوا اللبن بهاي الطريقه. هلا روبت انا كيلو من اللبن الزبادي بدون ما اضيف عليه سوائل لكيلو من الكفته. بدي اضيف معلقه طعام من النشا كورن فلاور على الزبادي، اخفقهم مع بعض منيح لحتى يختفي عند النشا، او بتذوبوهم مع شوية مي باردة وبتضيفون على اللبن. اللبن هلا عندي صار جاهز، بدي احطه على النار وحركه لحتى يغلي. بس يغلي بخفض النار للوسط وبتركه يتعقد 10 دقائق. بالنسبة للكفتة شايفين هلا الدهن بلش ينزل كله منها وهي بلشت تنضج. شايفين نعملها فحص بالشوكي بالنص، بدي اكملها استواء كمان وبعدين برجع لكم. هلا الكفته طلعتها من الفرن تقريبا اخذت استواء، الدهن اللي نزل منها راح اصفيه. بدي اخذ قسم منه اطبخ فيه الرز والباقي راح اتركه يبرد واحفظه بالفريزر. وقت اعمل اكلات فيها شوربه او فيها رز ممكن اخذ منه ونكه الأكل، بيطلع كتير لذيذ وقت ما يكون عندي مرق لحم أو جاج. بعد ما صفيت الصينية من الدهن رجعتها على الفرن تتحمر شوي. هلا بدي صف عليها شرائح من البطاطا المقلية، مقلية 3/4 استواء. رح نضيف هلا اللبن الزبادي بعد ما غلي على النار، رح نحطه فوق الكفتة والبطاطا لحتى يتعقدوا مع بعض. مندخلهم الفرن من تحت ومن فوق بنفس الوقت، درجة حرارة يعني 180 لمدة 20 دقيقة، وبرفعهم وبقدمهم. بهالأثناء هاي نحنا رح نطبخ الرز. أخذت أنا من المرق اللي نزل من الكفتة ضفت فوقه مي، هلا بدي أخذهم على النار وسخنهم. بس سخن عنا المرق او غلي بننزل عليه الرز حسب الكميه اللي عندكم. انا عندي هون كوب ونص رز بسمتي منقوع لمده ساعه بماء دافئ، بحط عليه مي حسب كميه الرز اللي عندي. كل كوب من الرز يعني بياخذ كوب ونص من المرق. هلا حطيت الملح وبدي اتركهم على النار ليغلو. بس يغلو بنزل الحراره للهادي جدا وبغطيهم وبتركهم لحتى تنشف ميتهم. الكفتة عنا هون بلشت تعقد مع بعضها، لسه بدها 5 دقايق بعدين برفع من الفرن وبقدمها. اما بالنسبة للرز طفيت عليه واخد استواء،
تركته بعد ما طفيت عليه 10 دقائق يتهدى وهو مسكر، شايفين كيف حباته متفرفدي. انا ما قليته كمان لا بسمني ولا بزبدي ولا شيء، لانه الدهن اللي طلع من الكفته اخذت منه كفه وزياده. وهيك طبقنا صار جاهز على السفره، راح زينه بلمسه اخيره بالصنوبر المقلي او لوز او اي نوع مكسرات، ومن دون مكسرات كمان فيكن تقدموه. طبق رائع وطيب برمضان، شايفين لسه ساخن. انا حاطة تحته شمع، وهي الرز جنبه السادة، قدمته بهالشكل هذا. طبق رائع وطيب وشهي، واكلات اللبن من اطيب الاكلات يلي بتزين سفرتنا برمضان. هلأ بدي اشوفكن كيف اللحمة مستوية والصوص متماسك ومتعقد كمان، قوامه كريمي رائع شايفين. اذا حبيتوا يكون الصوص اخف من هيك فيكن تضيفوا كوب ماي مع اللبن وتديرون على النار، هيك بتحصلوا على قوام مثل ما بدكن، بس انا ما ضفت مي ابدا. وإذا بتحبوا يكون وجه الصينية أبيض بدون ما ياخد وجه من فوق مثل ما أنا مساوي، بتدخلوا الصينية الفرن وتضيفوا اللبن من الأسفل فقط. هيك كانت وصفتي لكم اليوم أعزائي المتابعين، بتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنسون من اللايك والشير. إن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم. السلام عليكم.